السلام عليكم، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أعرفكم بنفسي، أنا ميادة بناجة، استشارية أمراض نفسية ومعالجة نفسية. شرفتني جمعية إشراق بإني أتقدم معكم حلقة اليوم عن أزمة كورونا، وحطيت أنا فكرة ونفسي. الفلسفة وعلم النفس قريبين جدا من بعض. ليه؟ لأن هما الاثنين بيطرحوا مجموعة من الأسئلة، الأسئلة هذه تحدد ماهية الإنسان، تفهمني أكثر الإنسان ما هو. فالسؤال هنا، إيش هي الأنسرتينتي أو فكرة الشك؟ ليش الإنسان دائما يعيش في مرحلة من الشك؟ الأنسرتينتي، الإنسان عنده حب كامل للتحكم، التحكم في حياته، التحكم في مصيره، التحكم في المستقبل، في الأشياء اللي حتصير إلى الأمام، ودائما يبني خطط، يرسم أحلام، يرسم مشاريع للمستقبل. وأي معاق أو أي إعاقة تمر عليه في النص يخلي هذا الشخص يحس بالشعور بالضيق والحزن، إنه ما عمل الشيء اللي هو بده إياه. حتى كلمة إن شاء الله، بالرغم إن إحنا مؤمنين بالله، عارفين إنه كل شيء بمشيئة الله، ومع ذلك أبسط شيء يغير لنا الأفكار ولا الأحلام أو الخطط اللي إحنا بنسويها، نشعر على طول بحزن وضيق وقلق. نقول إن شاء الله، وإحنا كأننا بنستخدم هذه كورقة أو كرت، إنه لازم الشيء اللي إحنا نخططه أو نفكر فيه لازم يصير. لذلك أي لخبطة في هذا التحكم أو في هذه الخطط، زي ما قلت لكم، تصيبنا بالقلق والاكتئاب. موضوعنا اليوم، أرجع أقول لكم مرة ثانية، هي أزمة كورونا، تداعيات أزمة كورونا في الحالات النفسية، ليش الحالات النفسية ممكن تزداد في هذه الفترة، وكيف نستطيع بأساليب بسيطة إنه إحنا نتخطى هذه المرحلة أو ما تصير مضايقتنا لهذه الدرجة. إيش كلمة معنى uncertainty أو الشك؟ ليش إحنا قضية كبيرة فلسفية في حياتنا اسمها الشك؟ الشك هي أي موضوع أو أي قضية ما هي واضحة بالنسبة لنا، فيها أشياء غامضة. لما أجي أشرح أقول لك إيش أزمة كورونا بتحصل لك فيها، ما تقدر تحددها، ما تعرف إيش معناها، في نقاط كثير غامضة موجودة عندنا فيها. ايش اللي حيحصل بعدين؟ برضو انا ماني عارف. فانا لا عارفه حاجه الوضع الحالي، وفي نفس الوقت الانسرتينتي هذه ما محدده الاشياء اللي حتحصل في المستقبل. الانسان زي ما قلنا يميل بحد كبير انه هو يعرف ايش يعني المستقبل، ايش اللي حيصير بكره. عادة ردة فعله للأنسرتينتي أو الشك اللي موجود تكون عن طريق أن يتغاضى عن مشاعره كأنها ما هي موجودة، يحاول مرة مرتين ثلاثة، وبهذا الشكل يؤدي المسألة إلى حالة من الدفاع النفسي إحنا بنسميها دينايل أو إنكار. المسألة ما هي موجودة، كورونا موجودة في البلد الفلانية بس ما هي موجودة عندنا، هي موجودة في المدينة الأخرى ما هي موجودة عندنا، هي في بيت جيراننا بس ما هي موجودة عندنا، وبالتالي بنحاول كبت هذه المشاعر. مع الوقت، مع استمرارية الحالة، تبدأ المشاعر تطفو بطريقة شديدة وجبارة على الإنسان لا يستطيع أن يتحملها. هل إحنا عايشين في هذه الدنيا مجرد للسرفايفل؟ هذا كمان سؤال آخر، سؤال فلسفي وسؤال نفسي. هل إحنا متواجدين بس مجرد البقاء؟ تقول مايا أنجلو اللي هي الكاتبة الأمريكية الشهيرة، نحن لا نعيش فقط للبقاء أو to survive، نحن نعيش لأمور أعمق، ألا وهي الشعور بالسعادة، لأمور أهم اللي هي إني أنا أحقق الرغبات اللي أنا أبغاها، إني أعمل الشيء اللي أنا بحبه واللي أنا بتمناه. وهذه مرحلة أعلى في عند الإنسان. فلذلك خلينا نقول إن المحاضرة اليوم مش بس رحلة بين الشك واليقين وكورونا، هي رحلة تبحث عن السعادة في الأزمة اللي إحنا بنمر فيها، وكيف ممكن نواجه هذه الأزمة. ليش أزمة كورونا عملت لنا موضوع الشك، والشك الذي يؤدي إلى القلق؟ لأن كل حاجة من ساعة ما ظهر كوفيد 19 حتى الآن ما في وضوح. أي شيء موجود في كوفيد 19 يحمل 50-50، 50-50 اللي هي نظرية البوسيبيليتيز أو الاحتمالات، ما فيش probability عالية، يعني ما في نسبة مئوية محددة في أي حاجة من ساعة ما ظهر كوفيد. خلينا نقول مثلا، هل المرض هذا يسبب إلى الوفاة ولا لا؟ هل ممكن اللي يصاب بالمرض يستمر في الحياة ولا حيموت؟ possibility 50-50. هل اللي يصاب بالكوفيد حيصاب بمرض خطير ولا ما حيصاب أبدا؟ 50-50. خلينا نقول الدراسة مثلا،
وصلنا لمرحلة هل الترم الثاني حيستمر ولا لا؟ 50-50، في امتحانات ولا ما في امتحانات؟ 50-50، الناس حيدخلوا الجامعة ولا ما حيدخلوا الجامعة السنة الجاية؟ 50-50، هذا جزء من الشك اللي موجود عندنا. شك آخر، الحياة الاجتماعية، الزواج، الطلاق، العلاقات الاجتماعية عموما. كم شخص كان مفروض إنه يتمم زواجه في الفترة القريبة الجاية وتوقف؟ كم خطيب وخطيبة تمنوا إنهم يكملوا زواجهم في الفترة هذه وما حصل، أو إنهم تزوجوا وتوقف شهر العسل؟ كثير، وهذه من الأشياء المؤلمة، لأنها برضو 50-50، حنكمل ما حنكمل، حنعيش مع بعض ما حنعيش مع بعض، it's 50-50. كل أمور الحياة، سياسية، اقتصادية، دينية، كلها في نفس النسبة 50-50. بدينا نقيس نقمة، ولاحظوا كل الأشخاص اللي بيتكلموا إنها نعمة حتلاقي نفس العدد بيتكلموا إنها نقمة، اللي يقول والله هي نعمة، إحنا نرجع للعبادات، إنه إحنا نتقرب إلى الله أكثر، نعمة لأنه إحنا قريبين من الناس اللي إحنا بنحبها، وفي المقابل لا، نقمة، إحنا بعدنا عن الناس اللي بنحبها، إحنا في أشياء إحنا ما بنقدر نروح المسجد وما إلى ذلك. نفس الشخص إحنا بنقول أشخاص 50% يقولوا نعمة و50% يقولوا نقمة. لا، أنا أقول لك شيء ثاني أقوى وأكبر، إنه نفس الشخص اللي كان يعتقد إنها نعمة في وقت من الأوقات حتلاقيه في وقت آخر يعتقد إنها نقمة، واللي كان يعتقد إنها نقمة ممكن يعتقد إنها نعمة مع الوقت. تمام؟ في أشياء ثانية، هل هي صدفة أم إنها مؤامرة؟ حتلاقي برضه الناس منقسمين فيها 50-50. أي قرار ينزل أو أي معلومة تنزل في السوشيال ميديا مع أو ضد، نفس الشيء 50-50، والشخص نفسه ممكن يكون مع القضية وممكن يكون ضد. الوقت واحدة من أكثر الأشياء التي تؤدي إلى القلق والتوتر، وقد تؤدي إلى الاكتئاب. لحد متى إحنا هنستمر في هذا الوضع؟ لحد متى؟ اللي اعتقد إن أسبوع استمرت أسبوعين، اللي اعتقد إن أسبوعين صارت أكثر من شهر، هل حتستمر لسنة؟ هل الصيف هنقدر نمارس حياتنا زي كل سنة ولا لا؟ أشياء حتى مضحكة، هل حبستنا في البيت زودت وزننا ولا قللته؟ أسئلة بسيطة. سؤال مضحك آخر، في ناس قاعدين يسألوا هل رمضان حيقام هذه السنة ولا لا؟ كأنه احتفال. هو سؤال يمكن بسيط، يمكن اتخذ كنكتة في الأول، لكن لما نيجي في العمق فعلا رمضان هذه السنة يختلف عن كل رمضان حيكون. الوضع اللي في رمضان هذه السنة حيكون مختلف، لأنه رمضان مش مجرد شهر ويعدي وحنصوم وبس. رمضان في أشياء كثيرة، في عادات معينة، في تقاليد معينة، في عبادات معينة، هذه الأشياء كلها اختلفت اختلاف كلي مع كورونا. فلو نبغى نقول مثلا لماذا الأزمة الحالية مؤثرة علينا نفسيا، ما هقول لكم بس من الخوف من المرض، ما هقول لكم والله من التوتر، من الحبسة، من الاكتئاب، لا، ممكن تكون المسألة أسوأ، اللي هي موضوع الشك. أنا ماني عارفة أنا فين، البروبابيليتي والاحتمالات اللي أنا قاعدة أقول لكم عليها. الشيء الثاني عدم التحكم، ومن أصعب شيء على الإنسان إنه لا يستطيع أن يتحكم في أقرب الأشياء اللي موجودة في حياته، اللي هي عدم التحكم. رقم ثلاثة الوقت والزمن وتغير العادات اللي هي إحنا تعودنا عليها سنين طول حياتنا بنسويها كروتين، الآن فجأة لقينا إنه إحنا ما احنا عايشين بنفس الطريقة بنفس الحل. حلو؟ طيب، إذا حنوصل لمرحلة الآن، طيب احنا عرفنا ليش احنا متوترين الفترة دي، كيف نتعامل مع هذا التوتر؟ كيف نستفيد؟ يعني خلينا نهدف في هذه المحاضرة إنه نطلع من هذه الأزمة بأقل الخسائر، بل بالعكس إن شاء الله نطلع بيها بشيء إيجابي وكويس في الفترة القادمة، اللي هي طريقة التعامل الإيجابي مع أزمة زي دي، اللي هي الكوبينج استراتيجي. في أشياء كثيرة صحية يمكن تسمعوها، يمكن تقرأوها في جميع السوشيال ميديا، اللي هي الأكل الكويس، النوم الكويس، الرياضة، الحركة، إذا في مجال إنك تطلع في أماكن فيها نيتشر وطبيعة مرة كويس، الموسيقى الهادية، الرجوع للهوايات. واحدة من الأشياء اللي دائما لما تسأل أي أحد إيش هوايتك يقول لك كان زمان أعمل هذه الهواية لكن الآن ما عندي وقت، الآن عندك كل الوقت إنك تسوي الهواية اللي أنت بتحبها.
وأشياء بسيطة ممكن تتسوى في البيت. العبادات، الروحانيات، المديتيشن، الاسترخاء، هذه كلها أشياء صحية. الشيء اللي دائما الناس تغفل عنه كثير غير التعامل مع الناس، اللي هو الابتعاد بقدر المستطاع عن الأشياء السلبية. والأشياء السلبية هذه فيها نوعين، الجزء الأول اللي هو الأصحاب السلبية، الأصحاب اللي بالعامية نيجاتيف، اللي أول ما ترفع عليهم السماعة ينهال عليك بالأخبار السيئة، معدل الكورونا ارتفع، في سمعت قريب ومرض، ما تعرف مش عارف مين مات، البلد الفلانية قفلت، المستشفيات ما هي موجودة، كل الأخبار السيئة يوصل لك. المفروض من هذول الأشخاص اللي نحاول بقدر المستطاع الابتعاد عنهم. في المقابل الشيء الثاني اللي يوصل كمان أشياء كثير سلبية، السوشيال ميديا. في تلاقي الشخص اللي فاتح التلفزيون وفاتح تويتر وفاتح الكمبيوتر على أدى سوشيال ميديا وقاعد يسمع أخبار، والأخبار كما تعلمون مليانة أشياء سيئة، مليانة مواضيع مخيفة. تقول له يا ابن الحلال لا تتفرج على هذه الأشياء، والله ما حتفيدك. يقول لك ليش أقعد جاهل؟ كيف يحصل حاجة في بلد وأنا ما أعرفها؟ كيف تحصل حاجة في بلدي وأنا ما أعرف؟ طيب أنت إيش استفدت لما عرفت والله عدد الحالات كانت 300 ولا 400؟ إيش الفرق؟ إنهم قفلوا ده الشارع ولا فتحوا هذا الشارع، إيش هتفرق معاك؟ في المقابل على الناحية السلبية فيها كمية كبيرة من الضيقة والحزن والقلق ما لها داعي. فالمطلوب الأماكن اللي هي ممكن تسعدك، ريحة الجنة، اللي فيها أخبار صحيحة، ما هي أخبار ما هي كويسة، حاول إنك أنت تبتعد. فهذه من الأشياء اللي هي healthy coping strategy، اللي هي طريقة التعامل مع الأشياء بطريقة صحية. حاجة ثانية برضو بتحصل في موضوع الحجر الصحي عموما، اللي هو الحبس اللي احنا محبوسين الآن، يسموها emotional dysregulation، يعني إنه العواطف تبدأ ما هي منتظمة أبدا. لحظة نكون مبسوطين، ولحظة نكون متضايقين ومعصبين، ولحظة قلقين، ولحظة خايفين في نفس اليوم. ups and downs ups and downs، من انبساط لعصبية لغضب. إيش اللي بيحصل؟ مع الحبسة هذه صعب إنه إحنا نتحكم في مشاعرنا. هذه ممكن تكون واحدة من سمات الأمراض النفسية، بس مش معناه إنه إحنا الآن مصابين بالمرض النفسي، لكنها بسبب الظروف نلاقي الإيموشن بهذا الشكل اللي نسميها on edge. كيف ممكن نتحكم في هذه المشاعر؟ لأن الصحة النفسية تعتمد كثير على إنه تكون الإيموشن منتظم بقدر المستطاع. حلو الواحد ينبسط، يعصب، يتضايق، يقلق، طبيعي جدا، لكن الحدية في المشاعر ممكن تسبب أمراض نفسية كبيرة. طيب how to regulate، كيف ننظم هذا الموضوع؟ أول حاجة لازم نتعرف على مشاعر، لازم نعرف المشاعر اللي جتنا الآن إيش هي. أنا غضبان، أنا مبسوط، أنا قلقان، أنا خايف، لازم أحط لها مسمى، لأنه على حسب المسمى أنا هتعامل. الأقوى من كده لازم أعرف إنه أغلب مشاعرنا اللي إحنا نتكلم بيها أو بنتعامل معاها أو بنقولها عادة ثانوية. يعني إيه ثانوية؟ يعني في مشاعر داخلية أقوى وأعمق إحنا مش عارفين عليها، مش متعرفين عليها، فمحتاجين إنه نتعرف عليها بطريقة أفضل. كيف؟ يعني مثلا الأب اللي يجي يزعق في عياله، والله أنتوا خربتوا البيت، وسختوا الدنيا، وخناقة كبيرة. الحقيقة لما تيجي ترجعي له هو ما هو معصب عليه، هو خايف عليه. أو البنت اللي تيجي تخانق مع أخوانها وتعصب عليهم، واو، في الحقيقة برضو هي ما هي معصبة. لما تيجي ترجع لداخلها هنلاقي إنها هي شعر بالملل، وتصرف العصبية أو الغضب اللي موجود هو بسبب الملل. فالتعامل مع الملل يختلف عن التعامل مع العصبية. طيب تعرفنا على المشاعر وعرفنا إيش المشاعر الأساسية، مش المشاعر اللي هي ظاهرة عندنا. بعد كده إيش استفدت أنا من المشاعر الثانوية اللي ظهرت؟ يعني العصبية هذه إيش استفدت منها؟ إذا الأب هذا خايف على عياله، هي الحقيقة قلنا المشاعر الأساسية خوف، لكن طلعها بعصبية، إيش اللي حصل؟ الأولاد هذولا دخلوا كل واحد غرفته وحس بضيقة وحزن،
ويمكن يمرض بسبب الحزن هذا، فإذا خوفه ما عمل حاجة، بالعكس أنت عالجت الخوف بعصبية، العصبية أدت إلى الشيء اللي أنت أصلا خايف منه. نفس الشيء الأخت اللي عصبت على أخوانها بسبب الملل، هي عصبت عشان مالها. طب إيش اللي حصل؟ أخوانها خلوها على جنب وصارت هي قاعدة لحالها، فزاد الملل وملله. فإذا علشان نحاول ننظم مشاعرنا بالقدر المستطاع، التعرف عليها، التعرف على المشاعر الأساسية، فهم أي نوع من أنواع المشاعر، إيش ردات الفعل اللي ممكن تكون عليها. تمام؟ الدراسات أثبتت أن عموم مشاعرنا تكون 3 أنواع، أو اللي يحركها 3 أشياء، يا إما مرحلة الانطلاق اللي هي المرحلة اللي إحنا عادة كنا فيها قبل، الشغل، الحياة الأسرية، الحياة العائلية، روحاتنا للزيارات، هذا نسميها مرحلة انطلاق، وإحنا فيها بنحاول نوازن في المشاعر. في مرحلة ثانية اسمها alert اللي هي تنبيه، لما نكون إحنا في أزمة معينة أو في ضيق معين أو في وقت معين زي امتحانات، موقف شديد، ترقية في الشغل، إحنا نطلع في المشاعر إلى مرحلة نسميها الألرت اللي هي التنبيه. فتكون الإنسان كل مشاعره جدا حادة ويكون متألم فيه. وفي رقم 3 اللي هي السوذنج اللي هي الاسترخاء، الرخاء، مرحلة من الرخاء. المشاعر الإنسان تكون هادية، باردة، تعامل مع الأشياء بكل هدوء وبساطة، وهذه اللي إحنا بتمر علينا مثلا في الويك إندز، في أيام الإجازات، الواحد يكون مهدي تماما. الدراسات برضو أثبتت إنه إحنا في المجتمع المعاصر قبل حتى كورونا دائما بنستخدم مرحلة الدرايف أو الانطلاق ومرحلة الألارم اللي هي التنبيه، في حين إنه مرحلة الاسترخاء هذه جدا قليلة وضعيفة. فلكم أن تتخيلوا إحنا في الأزمة هذه قد إيش بنستخدم من مرحلة التنبيه. وهذا طبعا برضو بيأثر على صحتنا سواء الجسدية سواء النفسية. تمام؟ لقوا الناس اللي هم أمام الأزمات 4 أنواع بالنسبة لموضوع المشاعر، بالنسبة للتصرفات، في 4 أنواع. في إنسان اللي ما بيستعد للشيء، وفي نفس الوقت هو هادي، يعني حتى هتشوفوا ناس كثير حواليكم ما لهم دعوة بالحظر، ما لهم دعوة بأي أشياء هي تحمي من الفيروس أو المرض، وفي نفس الوقت هادي بارد ولا كأنه صاير شيء معه. هذا تخافي عليه أو تخاف عليه فيزيكال وسيكولوجي، لأنه هو ما هو مستعد. في الشخص الثاني زيه غير مستعد لكنه عصب، يعني لا بيعمل أي تحذيرات، وفي نفس الوقت على طول حار وخايف ومتوتر ومعصب اللي حواليه كله. برضه هذا إنسان هتلاقيه ما حيعرف يتعامل مع الأزمة وما حتعدي على سلام. في رقم 3 اللي هو جاهز مع السانيتايزر، مع الجلافز، مع الماسك، الفيتامين سي موجود في كل مكان في البيت، عياله ما بيخرجوا من البيت، حظر تام، كل حاجة، كأنه اون ايدج، معصب، متوتر، دائما خايف أي حاجة تصير، بيعمل الاحترازات أكثر من اللي هي مطلوبة منه، حرصه بزيادة، برضه هذا نخاف. بيجي رقم 4 الشخص اللي احنا نتمنى كلنا نكون زيه، اللي هو prepared and calm، مستعد وهادي في نفس الوقت. بياخذ الأشياء الأساسية اللي المفروض يسويها، لكن في نفس الوقت بيتعامل مع الأزمة بهدوء. عشان كده الهدوء هذا اللي احنا بنتكلم عنه هي عن طريق الكوبينج أو التعامل الصحي مع الأمور، عن طريق regulating المشاعر أو الإيموشن. تمام؟ نوصل للمرحلة الأعلى والأرقى في الحالة بعد الـ healthy coping، بعد تعديل المشاعر، حاجة اسمها الـ radical acceptance اللي هو القبول الكامل للوضع. حتى ما يجي، يمكن كلنا مرينا بمراحل حتى وصلنا إلى القبول، وبعضنا لسه لم يصل إلى القبول. القبول هي حالة من الهدوء النفسي، حالة من عدم محاربة القضية بطريقة مؤلمة أو طريقة مزعجة. ما نعتبرها استسلام، نعتبرها كأنه سماح بالرحيل. اللي قرأ كتاب السماح بالرحيل هو عبارة عن فهم من المشاعر، خلي المشاعر هذه تعدي لكن ما حستسلم
أو ما حأترك سعادتي، ما حأترك رضايا، ما حأترك ثنايا، لكني حترك المحاربة العصبية الخناق مع الأزمة. حوصل لمرحلة حسمي لكم إياها دي فريندلي، كأني أتصاحب على الوضع الحالي اللي موجود. كيف أسوي هذا الشيء؟ أولا بالإيمان أن الحياة هذه worth to live بالرغم من كل مشاكل. الحياة تستحق أن نعيشها مهما تعرضنا لآلام، مهما تعرضنا لمشاكل. صح الإنسان يوصل من مرحلة لمراحل إحباط أو ضيق، لكن لازم نقول مرة ثانية وأن الحياة مهما كان فيها مشاكل تستحق العيش، تستحق أنه إحنا نحارب، مش نحارب الأزمة، نحارب عشان سعادتنا. إيش المراحل عشان نوصل to accept، نقبلها؟ وهذا يمكن كل واحد فينا محتاج أن يراجع الفكرة ويشوف إيش المراحل اللي مرت فيه من ساعة ما بدأت القضية أو الأزمة حتى الآن. أول واحد إنه إحنا نقاوم، resist، go away، لا ما في حاجة، وإحنا لازم نحارب الموضوع ونوصل زي ما قلنا في الأول لمرحلة حاجة إحنا نسميها بعلم النفس denial، إنكار، لا ما هي موجودة، هتيجي لغيرنا بس ما حتجينا، الدول الثانية فيها وفيها، ونبدأ ندور على مقارنات معينة تخلينا إحنا بعيدين عن الأزمة. هذه أول مرحلة. ثاني مرحلة نبدأ نكتشف إنه والله إحنا مضايقين، لا إحنا خايفين، نبدأ to explore our feeling، نبدأ نفكر مشاعرنا إيش اللي موجودة الآن. لا في خوف، في قلق، في توتر، في حزن، في ملل، في كثير من المشاعر السلبية اللي أنا ما كنت أعتقد إنها هي موجودة. أهديها بمرحلة أوكي أنا عندي هذه المشاعر لكن ما فيها شيء أقدر أتحمل، أنا مال بس أقدر أتحمل، أنا مضايق بس أقدر أتحمل، سميها المرحلة الثالثة اللي هي توليريت. الأشطر عاد اللي يبدأ أقوى يبدأ فيه تحكم شوية في هذه المشاعر. أنا الآن طفشانة بس ما حخليها كثير، خليها تروح وترجع مرة ثانية فوق ثانية، الآن مو وقته. This is the allowing. الallowing اللي هي المشاعر أقدر أتحكم فيه، وحأقول لكم كيف حنقدر نتحكم بالمشاعر. آخر مرحلة اللي هي المرحلة اللي فعلا هنا نوصل عاد لمرحلة ملكية اللي هي إيش؟ بي فريندلي. أنا والأزمة هذه أصدقاء، وأنا مقررة إنه مع بعد خروجي من الأزمة هذه بإذن الله إني حكون إنسان أقوى، إني حكون إنسان أفضل، إني أنا أتعلم من هذه الأزمة شيء. كيف أحسن من التوتر وكيف يزيد التقبل زي ما قلت لكم؟ بأشياء كثيرة. في حاجة اسمها أكسبت، هذه طبعا في العلاج الدي بي تي أو الدايلكتيك دائما نستخدم هذا الأكسبتنس واي، إنه لما تحصل أزمة معينة كيف أتقبلها بكلمة اسمها أكسبت. أول شيء إيه اللي هي الأكتيفيتي، نشاطة. قلت لكم في أشياء كثيرة نقدر نسويها أكثر مما أنتم تتخيلوا، من رياضة، من رقص، من رسم، من خياطة، من طبخ، من أعمال نجارة، أشياء كثيرة ممكن الواحد يسويها كنشاط، جري، مشي، البيت كبير، البيت صغير، دائما في نشاطات الإنسان ممكن يسويها. هذه أول واحدة. ثاني حاجة اللي هي سيل كونتريبيوشن، إعطاء الآخرين شيء، هذا يعتبر إيجابي، يكون يدي للإنسان سعادة وتقبل الوضع. مش إنسان ما بيعمل حاجة، احيانا الزعل اللي احنا بنزعله وبنتضايقه من نفسنا انه احنا ما بنعطي شيء، احنا قعدنا في البيت، احنا ما بنشتغل زي الاول، معناه احنا ما بنعطي. مو صحيح، احنا نقدر نعطي اشياء كثيره، غير الصدقات، غير التبرعات، غير المحاضرات، غير احيانا مجرد ترفع السماعه على شخص انت بتعزه وتقول له كلمتين حلوين، هذه كونتريبيوشن. النكت اللي انا ابعتها احيانا في الواتساب ترى اتس كونتريبيوشن، لانه انت بتعطي حاجه بتسعد الشخص الاخر. لما تطمن احد وتطبطب على كتفه it's a contribution. ابسط من كده، طبختكم اللي بتطبخوها لعيالكم في البيت هذه contribution. لما تجلسوا معاهم وتدوروا لهم على لعبه تلعبوها في البيت this is a contribution. فانت بتعمل اشياء كثير. مقارنات، احيانا المقارنات تخليك تستفيد كثير من الوضع اللي انت فيه وتتقبله. contribution comparison to ايش؟ مقارنات بايش؟ إما بمواقف حصلت لك قبل كده فعلا تضايق، يعني إحنا قد ما إحنا الوضع سيء مو زي فقدان شخص مثلا،
مش زي فقدان أو وفاة شخص، مو زي إن الواحد يفقد حتى أموال بشكل كبير، مش زي رسوب في الدراسة. قد ما الوضع سيء، بس في حاجات أسوأ منها لما مرينا فيها حسينا إنها جدا كبيرة. والمقابل إنه حتى الأشياء السيئة الكبيرة هذه اللي مرينا فيها، ترى مرينا فيها وعدت وقدرنا نقاوم ومشي الحال وصارت حياتنا كويسة بعدها. كونتريبيوشن بالناس اللي في نفس موجودين معاهم، أحد من أقاربهم مريض بالكورونا، أو واحد فيهم هو مصاب بالأزمة نفسها. في كمان اللي هي موضوع المشاعر اللي احنا كنا فيه، الضيقة والحزن و و و من ناحية المشاعر، مو بس عرفناها، احنا كمان لازم ان نتقبل هذه المشاعر. لما الإنسان يكون خايف ترى مش عيب، لما الإنسان يكون قلقان مش عيب، متوتر مش عيب. احنا دائما نعتقد انا خايف، لا عيب، ما المفروض اقول كده، خلاص المرض موجود عند كل الناس، ليش انا خايف؟ لا، لازم نحترم اي نوع من انواع المشاعر. ما في مشاعر اسمها سلبية وإيجابية، هي مشاعر هل زيادة عن اللزوم ولا اي نوع من انواع المشاعر عندنا طبيعي جدا نمر فيها. بالعكس، هذا الهيومن بي، هذا البشر، خوف وزعل وانبساط واحيانا قرف واحيانا غيره، كل هذه المشاعر طبيعيه، لازم نحترمها ونقدرها ونتعامل معها. نتعامل معها بشيء بسيط، الحزن ندور على حاجه تبسطنا، احيانا فيلم كوميدي حلو، احيانا نكته تجينا حلو، اغنيه مفرفشه ممكن تبسطنا. فالايموشن ممكن نتحكم بيها بانه احنا نحترمها، نعرف ايش اللي تؤدي اليه هذه نوعيه المشاعر، وفي المقابل نغيرها بالاشياء الموجوده عندنا. شيء آخر في الأكسبتنج اللي هو بوشي يونس، وهذه يبغى لها تمرين شوي، اللي هي كيف عن طريق التخيل إنه إحنا هذه المشاعر نقدر نحركها ونقدر نرجعها مرة ثانية. ما حقول لكم هو شيء سهل، ما حقول لكم هو شيء يعني يحتاج براكتس، بس ممكن فترات اللي هي تأمل، الفترات اللي الإنسان يستشعر نوع من المشاعر اللي هي بيحس فيها right now في الوقت الحالي، ويحاول يدفها ويعوضها بمشاعر أخرى. كيف يعوضها بمشاعر أخرى إيجابية؟ عن طريق الذكريات الحلوة، عن طريق الأحلام الحلوة اللي جاية، ما بيضحك فيها على نفسه، دائما الأمل يدفنا لحاجة أفضل، إلى شيء أحلى. أخيرا، المشاعر أو اللي هي الأحاسيس العضوية، ما تتخيلوا تأثيرها كثير على تغيير المشاعر النفسية، يعني البرودة، الحرارة، الصوت، الحواس الخمسة. أنتم متخيلين أن سعادتنا في الحواس الخمسة الموجودة عندنا؟ بسيطة جدا. إحنا نعتقد دائما أنه إحنا حنكون سعيدين لما نجيب سيارة آخر موديل، ولا حنكون سعيدين لو كسبنا كذا مليون في البنك، أو حنكون سعيدين لما نوصل نجيب قصر معين. بس الحقيقة لا، الحقيقة أن سعادتنا هي here and now في الوقت الحالي، بأشياء جدا بسيطة اللي هي استمتاعك بالحواس الخمسة اللي موجودة عندك: البصر، الشم، السمع، اللمس، والإحساس. كيف؟ يعني الواحد يصير ماشي وفجأة يشم ريحة وردة زي السوسنة السوداء مثلا، أول ما يشمها يشعر بسعادة ويحس فيها بس ما يتكلم عنها. لما تمر وتشرب فنجان قهوة مثلا في الصباح، الريحة تبعت القهوة غير الطعم، تأثر في سعادتك. أحيانا البريز، يعني كل جو حار وبعدين يجي بس نسمة هواء، هذا تسبب السعادة. موسيقى حلوة تسمعها تسبب السعادة. فجميع الحواس لو إحنا استخدمناها فعلا، هذه اللي يسموها مايندفولنس، يعني أنت استيعاب لكل حاجة بتمر عليك، هتشعر بالسعادة. أحيانا ضحكة طفل صغير. فإحنا بنحاول الفترة هذه إنه نقوي الحواس، نستمتع بكل حاجة، لأنه للأسف إحنا جبلنا إنه إحنا ندور على الشيء السلبي. يعني لو واحد ماشي، دائما أنا أقول هذا المثال، لو الواحد ماشي في ممر إذا شم رائحة مش كويسة عمل فيلم عليه، وأوف ويومي ما صار حلو، يا الله ليش حاطين هذه الريحة. في المقابل لما يمشي ويشم ريحة الورد يحس بيها وينبسط ويعدي كأنه ما صار شيء. فمحتاجين إحنا بس نعمل تونينج لحواسنا الخمسة علشان الأمور تكون أحسن ونشعر بسعادة. أخيرا في كلام اليوم،
قد ما احنا تكلمنا عن أشياء كثيرة وعن الناس اللي حولنا، علشان to accept الرياليتي أو عشان نتقبل الواقع اللي احنا عايشينه أكثر، علشان نحس بسعادة أكثر، محتاجين نحب ذواتنا أكثر، محتاجين نتقبل نفسنا بمشاعرنا الإيجابية والسلبية، بتصرفاتنا الإيجابية والسلبية. لأنه احنا لما نحب نفسنا حنقدر نعطي أشياء كثيرة. لازم نتقبل الوضع زي ما هو، جلد الذات، الشعور بالذنب. احنا لو سوينا كذا ما كان صار كذا، احنا لو عملنا كذا كان صارت الأمور أحسن. مو وقته. نرجسية، حب الذات ما في تكبر. ليه؟ لأنه أنت مع نفسك 24/7، أكثر إنسان في الدنيا أنت قاعد معه ومعاشره هو نفسك. لا صديق ولا حبيب ولا أخ ولا أب ولا أحد. الوحيد اللي هو معك 24/7 حتى في الحلم هو نفسك. فالشيء اللي أنت ما ترضاه على إنسان أنت تحبه، الشيء اللي أنت تحبه للي بتحبه، المفروض تحبه لنفسك. علشان تقدر تعطي، عشان تقدر إنك أنت تساعد الآخرين، محتاج إنك أنت تهتم بذاتك، تحبها. والشيء اللي الإنسان دائما يبحث عنه، يبحث عن الهنا والسعادة والرضا. أخيرا أشكركم على استماعكم لي، وإن شاء الله ما أكون ثقلت عليكم. وأتمنى أن يكون الموضوع اللي إحنا تكلمنا فيه يساعد لو شوية بس إنكم أنتم تتحسنوا أكثر، تخرجوا من الأزمة هذه بإيجابيات أكثر. وعموما اللي أنا أعطيتكم إياه مجرد رؤوس أقلام. أنتوا الآن الباقي إنكم أنتوا تبدعوا، تبتكروا طرق معينة عشان نخرج من الأزمة هذه في أفضل وأحسن الحالات بإذن الله. والله يعديها على خير. حشوف الآن الأسئلة، إذا في أي أسئلة أو استفسارات. ما في أسئلة. ما في أسئلة. كيف ممكن نتحكم في مشاعرنا؟ كيف ممكن نتحكم في مشاعرنا؟ سؤال كويس. زي ما قلنا، أول حاجة قبل ما تتحكم في مشاعرك أو تتحكم في مشاعرك، لازم تفهمي إيش نوع المشاعر الموجودة. وعلى فكرة، واحدة من الأشياء اللي أنا أواجهها في العيادة النفسية إنه صعب جدا الإنسان يتعرف على نوع مشاعره. المشاعر الأساسية عندنا ساد، ماد، باد، أند جلاد، يعني اللي هو الإنسان السعيد، الغضب، الحزن، والقلق. هذه الأساسيات، بعدها تدخل أنواع مختلفة من المشاعر. لازم نعرفها هي الأول، ولازم تكون في جلسة مصارحة بيننا وبين نفسنا. هل هذا النوع من المشاعر هو فعلا النوع الأساسي عندنا، ولا في شيء داخلي وأعمق هو اللي مضايقنا؟ ولازم زي ما اتفقنا إنه نحترم نوعية المشاعر ونحاول نغيرها. هل نوع المشاعر هذا فادني ولا لا؟ دائما السؤال. طب أنا غضبان الآن ومعصب وعملت، طيب إيش النتيجة؟ النتيجة إني كسرت حاجة في البيت، النتيجة إنه أنا اتخانقت مع إنسان أنا بعزه، النتيجة إني أنا صرت وحيد. معناها هذا النوع من المشاعر ما فادني، لازم أدور على نوع ثاني من المشاعر علشان الأمور تصير أفضل. إن شاء الله أكون جاوبت السؤال. في أي سؤال؟ دكتورة لدي سؤال، تفضل أو تفضلي. السؤال: التهاون في أداء الصلاة سلبي، يعني كيف ممكن to support him؟ ممكن السؤال يوضح أكثر من يفهم سببه. أنا عندي اقتراح أكثر، إنه ممكن الأسئلة اللي تحبوا تسألوني إياها تبعتوها على إشراف، وممكن نجاوبها مرة ثانية. بس أرجوك.
حاجة بعد ما نحب. بالنسبة في سؤال إن كيف ممكن نساعد شخص مريض وهو موجود في البيت ومنعزل؟ طبعا إذا في حالات من الحالات، أنا الآن بتكلم عن الحالات العامة، وضعنا إحنا كناس ما عندنا أمراض نفسية كبيرة، لكن لو المسألة زادت من مرحلة القلق أو اكتئاب أو وسواس قهري، أنا شايفة أسئلة عن الوسواس القهري، أعتقد إنه محتاجين مساعدة. الآن في كثير اتصالات أو علاج نفسي عن طريق التواصل التليفون أو عن طريق زوم أو عن طريق التواصل اللي هو مش وشوش، ممكن يتواصلوا مع دكاترة وأخصائيين معينين بحيث إنهم يساعدوهم في هذه الأمور. حتى من ناحية الأدوية النفسية الآن في تسهيلات كثيرة على موضوع إنك أنت تكتب، الدكتور يكتب الوصفة ويقدر ياخذها من الصيدلية. فالإنسان إذا فعلا كان تعبان في البيت، المفروض انه اللي حواليه يساعدوه بانهم يتصلوا بطبيب معين. في كثير تلاقوها على يعني نازله اعلانات تساعدكم في الوصول للطبيب المناسب. ايش في كمان؟ كيف التعامل مع الخوف من المستقبل؟ هو هذا كلامي كله، انه هي كيف نتعامل مع الخوف مع المستقبل، انه في امور احنا لازم نكون مؤمنين انه التحكم فيها مو بايدينا، الوضع ما هو بإيدينا، لازم نؤمن بهذا الشيء في الأول. ثانيا نستغل الفرصة الحالية والآن بأنه إحنا نكون أي شيء ممكن يؤدي لسعادتنا، ممكن يسعد الآخرين، إنه إحنا ممكن نتعامل مع اللي حوالينا بطريقة أخرى. لكن إنه نتحكم في المستقبل، هذا هو السؤال الفلسفي النفسي اللي ما له إجابة. إحنا ما نقدر نتحكم فيه، طبيعي ما نقدر نتحكم فيه، لكن نقدر نتحكم في هير النام اللي هو الآن، أنا إيش أقدر أسوي الآن. ودائما النظرة اللي هي الإيجابية، إنه زي ما مرت أشياء كثيرة سيئة في حياتي وفي حياة البشرية عموما، حتعدي هذه الأزمة إن شاء الله ونكون أقوى وأحسن من أي وقت مضى. في أحد سألني سؤال جدا يعني مهم، اللي هو هل أقدر أقرأ الـ DSM-5 وأشخص نفسي وأعالج نفسي سلوكيا بدون أحد؟ لا أرجوك أو أرجوكي بلاش، لأنه هذا يعني يخوف بعد المسألة. الأفضل إنه ترجع لأحد مختص. الـ DSM هو طريقة للتشخيص، بس لازم اللي يستخدمها شخص مختص، هو اللي يقدر يحدد من هذه الصفات فعلا هل هي توائمك ولا لا، هل هي فعلا أعراض تناسب الشخص ولا لا. غلط جدا إنه الإنسان يشخص نفسه، غلط إنه يعالج نفسه. يعني حتى إحنا في طريقة العلاج النفسي مش معناه إنه على طول تكوني مع معالج، لا، هو المعالج عموما بيعلمك أو بيعلمك كيف تعالجي نفسك بنفسك بعدين، لكن لوحدك من أولها أو لوحدك من الأول أعتقد خطأ. وكثير للأسف يعني طبعا DSM-5 كتاب نفسي واضح أو هو يعتبر المرجع، لكن كمان انتبهوا من المصادر اللي هي على الإنترنت، ما تكون واضحة، ما تكون صحيحة، تخبط على الناس بكثير. فأرجوكم بالذات الفترة هذه إذا في أي أعراض وأنتم خايفين، ارجعوا للمختصين. أنا متأكدة في تويتر في ناس كثيرين بيردوا على الاستفسارات، وكثيرين في دكاترة ما عندها أي مانع إنها تتعامل معاكم عن طريق التليفون. طبعا الناس كثيره بتسال كمان عن موضوع الخوف والقلق على الناس البعيده عنهم، لما يكون في مثلا شخص موجود وبنته او ابنه في مكان اخر او في بلد اخر، زوج بعيد عن زوجته، خطيب بعيد عن خطيبته، كيف يتعامل مع مشاعر الشوق، كيف يتعامل مع مشاعر الخوف او القلق على الشخص البعيد. طبعا هذه اشياء من الاشياء المزعجه جدا. يمكن برضو من النكت اللي كانت محطوطه، الحمد لله كورونا جات في 2020، ما جات في الفترات اللي هي كان بس في نوكيا لا في صوت ولا صوره، على الاقل نحمد الله انه في طرق تواصل بيننا وبين الاشخاص اللي نحبهم حتى تنتهي هذه الأزمة. بالعكس يعني ممكن برضو حتى هذا الموضوع نستخدمه من ناحية إيجابية، إنه هنا توضح قوة العلاقات. العلاقات يعني أنا بما أني كمان متخصصة في العلاج الأسري والزواجي، أحيانا الأزمات هنا توضح
قوة العلاقة من عدمها. الناس اللي بتستمر في هذه العلاقة، الناس اللي هي حريصة على بعضها بالرغم من هذه الأزمة، اللي تتحمل الشخص الثاني عصبية وتوتر تذبذب المزاج في هذه الأزمة، هذول هم الناس اللي الواحد يستمر معاهم بعد الكورونا. هنا تبدأ كمان تظهر شخصية الإنسان الحقيقية وقت الأزمة. التعامل في الأوقات اللي هي الرخاء ما بتبين الناس على طبيعتها، ما بتبين الناس على معدنها زي ما يقولوا، لكن في الأزمات تظهر الناس على معدنها، وساعتها يعرف الإنسان مين اللي اختار معاه كصداقة، كمعرفة، كمحبة، كعلاقة زوجية وما إلى ذلك. طيب أنا أعتقد إنه إحنا نتوقف هنا. أشكركم وأتمنى إني أكون أو أن كنت ضيفة خفيفة عليكم واستفدت ولو شيء بسيط مني. أشكركم جزيلا، إلى اللقاء. باي باي.